طيب بالنسبه لأليو ديانج لاعب النادي الاهلي، كان في كلام ان انت كنت اول واحد كنت هتجيب أليو ديانج هنا في الدوري المصري، ايه القصه دي بالظبط وايه حصل؟ نفس البطوله اللي جبت منها رزاق سيسي، تمام. كان منتخب مالي كان عندهم اتنين لعيبه مميزين، كان أليو ديانج ولعيب تاني اسمه ابراهيم انيان. حلو. فانا كنت متابعهم كويس. ابراهيم بعد البطوله على طول راح فرنسا، وأليو ديانج كمل في دوليبا، تمام. فوقتها انا كنت بتفاوض مع النادي المصري على انتقال رزاق سيسيه، كان وقتها الكابتن حسام ابراهيم مسكين النادي المصري، وكان الباشمهندس محمد قبيل والكابتن مصطفى ابو الذهب. الباشمهندس محمد كان مسؤول عن ملف التعاقدات في النادي المصري، واتقابلنا وكان هما بالصدفه هيلعبوا دوليبا المالي في البطوله الكونفدراليه، وكان وقتها أليو ديانج بيلبس تيشيرت رقم 27 انا فاكر مع دوليبا. فانا بلغت الباشمهندس محمد قبيل انه يبلغ الكابتن حسام والجهاز الفني، وفعلا الكابتن حسام بعد المباراه الاولانيه هناك اداهم كونفيرم ان هو عايزه خلص. تمام. كان هيجي بقى بكام النادي المصري؟ كان وقتها من 40 ل 50 الف دولار. كابتن ابراهيم حسن انا رحت، كان وقتها فريق دوليبا دوليبا المالي معسكره في فندق توليب، ورحت قعدت مع رئيس النادي، وكانوا جايين ماتش جايين يلعبوا المصري في برج العرب. في الكونفدراليه. كان في الكونفدراليه معسكرين، وحتى النادي المصري برضو طلع لاحد الوسطاء برضو تفويض انه برضو يعني يتفاوض مع نادي دوليبا المالي. طب الموضوع ما تمش ليه؟ مجلس اداره المصري كان وقتها يعني مفيش فلوس او في حاجه، كان دايما يعني هو كابتن حسام في لعيبه كتيره، كابتن حسام من اوائل المدربين في مصر اللي دايما بتدور على اللعيبه الكويسه، وقتها كان النادي المصري متهيألي الرقم مش معاهم او حاجه كده، فالموضوع ما تمش.